أمامي في هذا المنبر عشان يعبر عن مشاكله الذكورية مع يعني زي ما نقول إيه هيمنة النساء على المنابر الإعلامية. شايف أنا زميلي صبري زكي عمال يعني يا سلام يا سلام عمال شكله مش عاجبك من أولها. لا لا خالص، بس الهيمنة الذكورية دي لفتت نظري. الهيمنة النسائية على المنابر الإعلامية. أوكي. شوف إزاي. لا لا إحنا نحب إن النساء تهيمن على المنابر الإعلامية، دول سكرات. مش كده؟ طبعا احنا نقدر نستغنى عن النساء في المنابر الاعلاميه. والله لا يمكن. مش كفايه الاخبار تبقى وحشه والاشكال وحشه كمان اللي تقدم؟ لا 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 مش للدرجه. طيب دي برضه لا، ما دلوقتي الرجاله واخدين بالهم من نفسهم ومزحمنا وبيروحوا لدكاتره التجميل وبيعملوا بوتوكس وبيعملوا فيلر وعندهم كوافيرات يظبطوا لهم الدقن والشعر والجل. لا بصي الشعر ايه، انا لو نزلت شويه هتشوفي ان في يعني فراغات؟ شبه جزيره يعني في الموضوع. وماله وبعدين امزح منا. طب شوف بقى الحظ، انتوا ممكن تصلعوا ويبقى عادي. شوف ده مش متاح للسيدات. ما عشان كده ربنا بيقطع من هنا ويوصل من هنا يديكوا شعر غزير يعني. منورنا يا صبري النهارده في التلفزيون وانت قادم من الاذاعه من صحيح. انرجي حاليا. من انرجي حاليا مظبوط. واخر صبري. اخر صبري ده برنامج يوم واحد من 10 ل 12 يوم الخميس. بس انا بقدم برنامج تاني من السبت للاربع. انا عارفه بتاع مزنوق فين. مزنوق ماشي. بس اخر صبري ده اصله مستوقفني جدا. الاسم ولا الفكره؟ الاسم والفكره. يعني ان هو عن الافراح مظبوط. مظبوط. واخر صبري. ليه كده؟ اخر صبري اعتقد تحسي بيها، يعني لما يكون الواحد متجوز من حد فبيبقى اخر صبره. احيانا اخر صبره دي تبقى حلوه، احيانا اخر صبره تبقى. احنا متعودين ان اخر صبري دي عارف بتبقى قاعدين مربعين ونقول يا ميله بختك يا ميله بختك يا حنان ويا اخر صبري. هو 90% يعني حنان من اللي اتجوزوا اعتقد بيمروا بالتجربه دي ولو حتى فتره من الزمن في علاقتهم. ان يقول يا اخرة صبري الجميله ويقعد بقى يقول حاجات ما ينفعش تطلع على الشاشه ولا على الهواء. جمل اعتراضيه كتيره جدا جدا جدا. بس احنا عموما يعني في انرجي وتحديدا برنامج اخرة صبري معمول علشان يجوز الناس، يعني احنا بنحيي افراحهم بنجيب لهم الدي جي لان الشعار بتاعنا المزيكا لعبتها، فبنحاول نحيي لهم افراحهم بالمزيكا، ان احنا بنتحمل الدي جي عن اي حد بيتصل بينا يقول لنا انا فرحي في يوم كذا فبنروح له نعمل ده. الفرق ما بين انرجي وشعبي يعني التوجهين مختلفين. صحيح. وانت اشتغلت هنا واشتغلت هنا. صحيح. يعني قبل ده انا كنت فويس اوفر ومذيع اخبار. اخبار؟ وعايز اقول لك ان انا كنت بمارس ده في اذاعه اسمها صوت المغترب العربي في المانيا. وكنا بنخاطب مغتربين عرب، يعني كنا بنتكلم بعامية مثقفين اغلب الوقت. وبعد كده عملت سيزون في اذاعه هولندا العالميه. فالموضوع كان بعيد تماما عن اني اضحك حتى. وبشتغل دوبلاج كتير وعملت اعلانات كتير والى اخره لحد لما دخلنا مصر من خلال نافذه. تفرض علينا عضلاتك؟ شعبي افهم. لا والله بس بقول لك تفرض علينا عضلاتك؟ ده التاريخ والله. ده للتاريخ والله يعني. والله ما مزود حاجه. تعلمي بقى يا صبري.